السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أفكار في الرياضيات. معكم الأستاذ إياد خميس نتيل، مدرس مادة الرياضيات. إن شاء الله في هذه الحلقة بنحل تمارين ومسائل صفحة 68 لدرس الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمين للصف السابع الأساسي في مبحث الرياضيات للفصل الدراسي الثاني، ولكن أيضا إحنا بنستخدم هذه الحلقة كمادة استدراكية للصف الثامن. نبدأ بركة الرحمن. السؤال الأول بيقول لي في الشكل المقابل اكتب ثلاثة من الأزواج الزوايا المتكاملة. انت لاحظ معايا عندك الزاوية ميم واو كاف، تكمل الزاوية واو ميم با. اذا معناته حيكون في عندي زاوية، طلع معايا بكل بساطة زاوية كاف ميم واو، ايضا من الزاوية اللي بتكملها زاوية واو ميم با. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بامكانك تحكي لي الزاوية جيم ميم كاف. هيها شايفها الزاوية جيم، زاوية جيم ميم كاف، تكملها الزاوية جيم ميم با، زاوية جيم ميم با. الأمور سهلة، يعني أنت اختار اللي بدك إياه. بإمكانك أيضا تختار الزاوية كاف ميم لام، تختار الزاوية زاوية كاف ميم لام، بتكملها الزاوية لام ميم با، الزاوية لام ميم با. هذا السؤال يعني بتقدر تقول له أكثر من إجابة. تمام، أحدد أربعة أزواج من الزوايا المتقابلة بالرأس، ما فيش أي مشكلة. هي طلع، هي الزاوية الأولى جيم ميم كاف، طلع الزاوية الأولى زاوية جيم ميم كاف، من الزاوية اللي بتقابلها زاوية ميم، عفوا زاوية با ميم لام، زاوية با ميم لام. أيضا بإمكاني أن أختار زاوية جيم ميم واو، زاوية جيم ميم واو، وزاوية لام ميم طاء، لام ميم طاء. تمام، أيضا أنت بإمكانك تختار واو ميم با، زاوية واو ميم با، هتقابلها بالرأس زاوية مين كاف ميم طاء. يعني الأمور سهلة وما فيش أي مشكلة، بس تركيز بسيط. أيضا بإمكاننا نختار زاوية واو ميم كاف وزاوية، هيها زاوية واو ميم كاف وزاوية با ميم طا، با ميم طا. يعني السؤال سهل وما فيش فيه أي مشكلة. بالنسبة لسؤال اثنين في الشكل المجاور، أحدد أربعة أزواج من الزوايا المتساوية في القياس، علما بأن المستقيم ألف دال يساوي المستقيم با جيم. تمام، أنت لاحظ عندي الزوج الأول، أنت لاحظ عندي زاوية سين ها واو تساوي زاوية ألف ها ميم أو ألف ها صاد. إذا عندي زاوية سين ها واو بدها تساوي زاوية ألف ها صاد. تمام، أيضا في عندي زاوية سين واو ها، في عندي زاوية سين واو ها بدها تساوي زاوية، تمام، زاوية مين؟ دال واو نون، بدها تساوي زاوية دال واو نون. يعني الأمور بسيطة فيش فيها مشاكل. أيضا في عندي أنا زاوية سين نون جيم، عندك زاوية سين نون جيم تساوي زاوية با نون عين، زاوية با نون عين. وأيضا في عندي أنا بإمكاني أقول لك زاوية سين واو دال تساوي زاوية ألف واو نون. في عندك أيضا زاوية سين واو دال تساوي زاوية ألف واو نون. الأمور بسيطة وبتختار الزوج المرتب المناسب حسب ما أنت تختار. الآن في عندي سؤال ثلاثة، جد قيمة سين، معطيك الشكل الأول أنا حوضح لك إياها أكثر. معطيني رقم واحد مستقيم بهذا الشكل،
وعمل لي مستقيم آخر بهذا الشكل، وهذه الزاوية 35 درجة، وهذه بقيمة س مش معروفة. ما فيش أي مشكلة، واضح إنه الزاوية 35 والزاوية س زاويتان متكاملتان، وهذه طبعا زاوية مستقيمة كلها 180 درجة. احنا بنعرف مجموع الزاويتين المتكاملتين 180، يعني المفروض يكون ال 35 زائد الزاوية س بده يساوي 180 درجة. هتنقل ال 35 على الطرف الثاني، إذا س حتساوي 180 ناقص 35، معناته س حتساوي 145 درجة. وبهيك حلينا السؤال. السؤال سهل وفيش فيه مشاكل. في عندي رقم 2، هذا بالنسبة لرقم 1. رقم 2 معطيه شكل بهذه الصورة، وهنا مسميه لي س، وهذه 62 درجة. ما فيش أي مشكلة، حنلاحظ في عندي زاويتين متقابلتين بالرأس، إذا متساويتين في القياس، معناته س تساوي 62 درجة. الأمور بسيطة بس محتاجة شوية تركيز. بالنسبة للبند الثالث من نفس السؤال، ما أعطيني رسمة بهذا الشكل، رسم لي إياها زي هيك، تمام. وفي عندي مستقيم بهذا الشكل، في عندي شكل رقم 3، بدنا نوجد قيمة س. طيب الآن أنت لاحظ الزاوية هذه والزاوية هذه متقابلتين بالرأس، إذا بيساووا بعض، إذا هذه الزاوية 110، تمام. بينما الزاويتين هدول متكاملتين، صح؟ إذا عشان أعرف الزاوية هذه هقول له 180 ناقص 135، هتقول له 180 ناقص 135، هيكون الجواب 45 درجة، إذا الزاوية هذه 45 درجة، تمام. طب الزاوية س، طيب الزاوية س نحن نعرف مجموع زوايا المثلث 180، إذا معناته لازم يكون س زائد ال 110 زائد ال 45، هذه النتيجة لازم تكون 180. معناته س زائد، اجمع 110 أو 100 أو اجمع 110 و 45 155، هذا الكلام بده يساوي 180. انقل الثابت إلى الطرف الآخر، معناته 180 ناقص 155، معناته س بدها تساوي 25 درجة، تمام؟ لأنه عندك حيصير 26 مظبوط، إذا معناته س 25 درجة. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الشرح، وهيك بنكون حلينا الأسئلة. بتمنى يكون الشرح أعجبكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.